لقراءة أوفى في الاستطلاع وآلية إجرائه ونتائجه. ينضم إلينا من عمان مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور زيد عيادات. أهلا وسهلا بك دكتور زيد. نتحدث ونستطلع معك بداية آلية ومنهجية عقد وتنفيذ هذه الدراسة. مساء الخير لك أولا سيدتي. كما تعلمين ويعلم الجميع أن مركز الدراسات الاستراتيجية تأبى على أن يقوم بدراسة لرأي الأردنيين وتوجهاتهم فيما يتصل بحكومات عند تشكيلها، ثم بعد 100 يوم على التشكيل، ثم بعد 6 أشهر وهكذا. ويأتي هذا الاستطلاع لحكومة دولة الدكتور جعفر حسان بعد تشكيلها، حيث تم تنفيذ الاستطلاع في شهر أيلول. الآن فيما يتصل سيدتي بالمنهجية، هي المنهجية العلمية المتبعة دائما في مركز الدراسات الاستراتيجية وأيضا في مراكز الاستطلاعات العالمية التي تقوم على استطلاع آراء عشوائي لعينة ممثلة لكافة الأردنيين، وعن طريق المقابلة الوجهية وزيارة الناس في بيوتهم وليس عن طريق الهاتف فقط. فكانت هذه المنهجية بأنه تم استطلاع آراء عينة ممثلة وبشكل عشوائي تمثل كافة شرائح المجتمع الأردني دون ما استثناء، وهي طبعا منهجية موثقة وموضوعية ومعززة بنتائج إيجابية منذ سنوات طويلة، وهي التي تتبع اليوم في أعرق مراكز الاستطلاعات العالمية. نعم دكتور، ما هو حجم العينة التي تم اعتمادها لهذه الدراسة مقارنة بمؤشر الدقة الذي تم اعتماده أيضا من أجل هذه الغاية؟ سيدتي الفاضلة، يعني الحقيقة أن تسمحي لي من خلال هذه النافذة ومن خلال شاشتكم الكريمة المتابعة أن ألفت النظر، لأن هناك دائما سؤال على ما هو حجم العينة. العلم يقول كلمة واحدة فقط، كلمة وهي عينة ممثلة، بمعنى أن هذه العينة بغض النظر عن حجمها، وسأتكلم عن حجمها الآن، هي عينة ممثلة، هذا هو المهم. وهو علم الاستطلاع أصلا والإحصاء جاء من أجل الحقيقة أن يسهل من إجراء البحوث والدراسات العلمية من خلال اقتطاع أو الوصول إلى عينة ممثلة لكافة آراء المجتمع. نعم طبعا دكتور، ذلك لا يخفى على ذلك أحد، خاصة فيما يتعلق السؤال هنا عن العينة فيما يتعلق بمؤشر الدقة، وأنت أعلم بذلك من باب الاختصاص بأن هذه هي العينة. نعم اسمح لي فقط للدكتور فقط نعم. اسمح لي، هدف السؤال عادة بأنك طبعا بما أنك من أهل الاختصاص دائما تصبح هذه العينة ممثلة نسبة لدقتها، فلذلك نسأل عن حجم هذه العينة. لا هو هذا الكلام اسمحي لي تكرمتي، هو دقة الدراسة تعتمد على دقة تمثيل العينة للمجتمع ولا تعتمد دقة الدراسة على العينة. نعم ملامح هذه العينة دكتور تفضل. إذا تكرمتي بس أجاوب أيضا. العينة التي نستطلع أراءها تمثل المجتمع الأردني بكافة شرائحه ومناطقه المختلفة، حجمها هو الحجم العلمي الممثل للمجتمع الأردني والمقيمين في الأردن، فهي تغطي المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها في كافة المدن والمحافظات والقرى والبوادي والمخيمات، وتستطلع آراء ما يمثله المجتمع من متعلمين وغير متعلمين. ستجد في هذه العينة نسبة المتعلمين وغير المتعلمين منعكسة فيها، العاملون والعاطلون عن العمل، الرجال والنساء وهكذا. فإذا هذه العينة هي عينة تمثيلية عشوائية للمجتمع الأردني، أعطتنا درجة دقة وثقة في نتائجنا بنسبة خطأ تقل عن 3%، وهي من أعلى المعايير. شكرا لك دكتور، هذا ما كنت أسعى لسماعه فيما يتعلق بهذه الدقة، لا خلاف طبعا على ما تفضلت به فيما يتعلق بالعينة وتمثيلها. دائما نعلم أن الاستراتيجية والمنهجية تعتمد على ما يتعلق بالتمثيل، سواء بالمنحة التعليمي، الجنس، المناطق الجغرافية، العمر، الفئة العمرية المستهدفة وكل ذلك، وهذا ما تأخذونه بعين الاعتبار. اليوم نقرأ في بعض مؤشرات هذه الدراسة كما تفضلت. ذكرت قبل قليل في بداية حديثك أنه دائما يتم عقد هذه الدراسات لاستطلاع رأي الجمهور الأردني فيما يتعلق بأداء الحكومة بعد 100 يوم، هل جرت العادة بعقدها في أقل من شهر؟ أنا قلت مسألتين أساسيتين، دعيني أعيد التأكيد عليهم إذا تكرمتي. أن نقوم باستطلاع بدراسة استطلاعية عند تشكيل الحكومة، تم تشكيل الحكومة ب 18/9، بدأنا هذه الدراسة ب 20/9. هذه الدراسة ليس بعد شهر من الحكومة، منذ بداية عملها التشكيل. تمام، منذ تشكيلها. نعم. لأن لم تجري العادة أن نجري استطلاعا بعد مرور شهر، لا يوجد ما يمنع أن نعمل مثل هذا الاستطلاع،
لكن لا يوجد ما يستدعي الحقيقة القيام بمثل هذا الاستطلاع، لأن من حيث المبدأ هي فكرة المئة يوم، هي أيضا فكرة مأخوذة من الديمقراطيات الغربية، هي الفترة التي يحتاجها الفريق الوزاري أو الحكومات الجديدة المنتخبة أو المعينة من أجل قراءة الملفات وتحديد أولوياتها والبدء بتنفيذ خططها، وتعطى فترة إن شئت من السماح حتى تتمكن من إيصال رسالتها فيما يتصل باتجاه الأمور العامة في الدولة والمجتمع، واتجاه السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدفاعية والخارجية. ولذلك الأنسب هو أن يتم الإجراء بعد 100 يوم حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ بعض من خططها، ثم نرى ماذا يرى الأردنيون والمواطنون في إجراءات هذه الحكومة وسياساتها وتنفيذها لما وعدت به وأقرت. نعم، شكرا لك. إذن للإيضاح، هذه الدراسة تبدأ منذ تشكيل هذه الحكومة لرصد هذه الآراء فيما يتعلق بهذه التشكيلة الموضوعة، والآن تم إعلان نتائجها. في بعض قراءة مؤشراتها دكتور، عندما نتحدث عن هذه الثقة التي تبلغ 50% ثقة من قبل الأردنيين بحكومة جعفر حسان الجديدة، هل تقترب لربما بدراسات سابقة بعمر حكومات سابقة، بذات الفترة الزمنية عندما نتحدث عن التشكيل فيما يتعلق بنسبة الثقة؟ هذا سؤال مهم جدا، وأشكرك جدا على هذا السؤال. هو في العادة، في عادة الأمور، أن معظم الاستطلاعات التي تمت على الوزارات التي تم تشكيلها سابقا، بما في ذلك دولة الدكتور الخصاونة وأهل الملقي مع احترام لألقابه جميعا، ودولة الدكتور عمر الزاز وعبد المنصور وإلى آخره، تبدأ دائما الحقيقة بتفاؤل وثقة عالية، لأن الأردنيين يحبون التغيير أولا، ثم أنهم يمنحون الحكومة ويتفائلون بقدوم الجديد، ثم تبدأ هذه الثقات تتناقص أو ترتفع بالاعتماد على أداء الحكومات فيما بعد. لذلك هو يتم تقييم أراء المواطنين وتوجهاتهم نحو الحكومة بشكل دوري كما قلت، بعد 100 يوم، يعني تقريبا 3 أشهر، ثم بعد 6 أشهر، ثم وهكذا. فمن حيث المبدأ، إذا قارنا، ونحن سننشر مقارنات، ثقة الأردنيين وتفاؤلهم بحكومة هذه الحكومة الجديدة، حكومة الدكتور جعفر، هي مشابهة إلى حد بعيد الحقيقة لحكومة الدكتور خصاون عند تشكيلها، وإلى حد أقل إلى حكومة الدكتور رزاز عند تشكيلها، وإلى حد أيضا متشابهة متساوية وقل قليلا مع حكومة هاني الملقي والدكتور لنسو. فمن حيث نبدأ إذن، هي ضمن السياقات. لكن أنا الحقيقة هذا الرقم 50% أود فقط أن أوضح شيئا فيه، وهو أنه أن إجراء إحصائي نقوم به يمثل المتوسط الحسابي لما قاله الأردنيون فيما يتصل بثقتهم بالحكومة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها. لكن بقراءة الأرقام كما جاءت وبدقة، سنجد الحقيقة أن الذين لا يثقون في الحكومة هم أقلية جدا، يعني أقلية لا تتجاوز 13%، وهذا منشور على موقع مركز الدراسات الاستراتيجية، من الممكن مراجعته والتدقيق فيه. وهو أمر مهم أن نجد اليوم في ظل كل الظروف الصعبة أن الأردنيين ما زالوا يثقون بدولتهم ومؤسساتها وبحكومتهم الجديدة، ومتفائلون بقدرتها على تحمل مسؤوليتها. وأنا الحقيقة هذا ما يعنيني، وتحمل مسؤوليتها في مسألتين أساسيتين، فيما يتصل بتنفيذ خطة التحديث العامة في الأردن السياسية والاقتصادية والإدارية، ثم في إدارة الملفات الإقليمية والتحديات التي يعيشها هذا الإقليم. وهذه مسألة مهمة يجب البناء عليها ويجب الاستثمار بها. ثم أن هنالك ارتفاع وتزايد في ثقة الأردني بمؤسساتهم الأخرى مثل مجلس النواب والأحزاب، وارتفاع ثقتهم في هيئة النزاهة والقضاء، مما يعني أن العملية السياسية عندما يتم دائما وأبدا الاستمرار في هذه العملية وتكرارها وتعميقها وتعلم الدروس منها، تنتج عند الأردنيين والمواطنين نوعا من الثقة بأن هذه العملية الحقيقية تؤدي إلى ما يمكن أن يخدم مصالحهم ويحسن من نوعية حياتهم. نعم، هذا التقرير وهذا الاستطلاع كما تفضلت يحتوي على العديد من التفاصيل بإمكان كافة المواطنين الاطلاع عليها في موقع مركز الدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور زيد عيادة.